بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على محمد نبينا أشرف المرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سيادة رئيس المجلس العلمي المحلي بشيشاوا، المندوب الإقليمي لشيشاوا، أساتذة الفضلاء شيوخ الأعزاء، السادة والسيدات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بداية، الشكر الجزيل الممدود الموصول للمجلس العلمي المحلي بشيشاوا لإقامته لهذه الندوة المباركة الطيبة وفي هذا الموضوع الأطيب. وما هي بأولى بركات هذا المجلس المبارك، كما قال أسيد بن حضير في قضية عائشة رضي الله عنها مع أبيها أبي بكر: ما هي بأول بركاتكم يا آل أبي بكر؟ عنوان مشاركتي باختصار في هذه الندوة المباركة: التحصين الفكري في الدرس اللغوي بالتعليم العتيق، قضايا ونماذج. واختصارا لهذه المشاركة لضيق الوقت، سأختصر بعض مباحثها، وهي أصلا تتكون من مبحثين. المبحث الأول فيما يتعلق بمقررات التعليم العتيق ومنهج تدريسها. المبحث الثاني قضايا ونماذج تطبيقية للتحصين الفكري في الدرس اللغوي، خاصة فيما يتعلق بالنحو وفيما يتعلق بالدرس البلاغي. لا شك أننا نعلم جميعا أن هذا البلد الحبيب له ثوابت يمتاز بها ويتشبث بها. من أكبر ثوابته وأعظمها العقيدة الأشعرية وتصوف الإمام الجنيد والفقه المالكي وإمارة المؤمنين. والعقيدة الأشعرية منذ أن دخلت إلى هذا البلد الحبيب، وقد نرى ذلك التطور الذي وقع فيها مع الدكتور حنانة، منذ أن دخلت إلى هذا البلد الحبيب وأنشئت فيما بعد مدارس التعليم العتيق، كان هدفها الأسمى أن تحافظ على هذه العقيدة وأن تحصن أفكار المغاربة من كل شائبة قد تشوب هذه العقيدة. ويتجلى ذلك في المقررات التي يدرسونها ويدرسونها في التعليم العتيق، كذلك أيضا يتجلى ذلك في المنهج الذي يدرسون به تلك المقررات، كذلك أيضا يتجلى ذلك في التطبيقات التي يقيمونها أحيانا في تلك الدروس التي تدرس في التعليم العتيق. سأذكر اختصارا في المبحث الأول قضيتين: القضية الأولى قضية المقررات، والقضية الثانية منهج تدريس هذه المقررات. لكن مرادي الذي أرنو إليه من ذكر هذين الأمرين هو كيف كان علماء التعليم العتيق يحافظون على العقيدة الأشعرية ويريدون أن يحصنوا العقيدة الأشعرية ويصونونها. بالنسبة للمقررات، لابد أن نعلم أولا أن كل مؤلف لأي كتاب لابد أن تظهر خلفيته العقدية في مؤلفه طوعا أو كرها. فلذلك كان الإمام السيوطي رحمه الله عز وجل في كتابه المزهر لما كان يتكلم عن مسألة لغوية، وهو هل أصل اللغة توقيفي أم إلهام أم اصطلاح، فذكر الخلاف الواقع بين الأشاعرة وبين المعتزلة. لكن الذي أريد من كلامه رحمه الله أنه بعد أن ذكر كلام ابن فارس وأنه يقول بأنها توقيفية، قال في الأخير: هذا كلام ابن فارس وهو من أهل السنة. ثم بعد ذلك قال رحمه الله: خلافا للإمام ابن جني وشيخه أبي علي وهما معتزليان.
فكلام السيوطي رحمه الله عز وجل تعقيبا على هذه المسألة بأن هذا من هذه الطائفة في العقيدة وأن الآخر من تلك الطائفة في العقيدة دليل على أن الخلفية العقدية لا بد أن تظهر في كلام المؤلف في كتابه. مسألة أخرى يذكرونها وهي من باب الطرفة لنعلم كيف يمكن أن تتأثر المؤلفات بالعقيدة كيفما كانت. أن بعض العلماء يذكرون أن بعض الشيعة حينما كان يدرس ألفية ابن مالك رحمه الله فوصل إلى قول ابن مالك: مبتدأ زيد وعاذر خبر، إن قلت زيد عاذر من اعتذر. ونحن نعلم عقيدة الشيعة في سيدنا أبي بكر وعمر، فقال تغييرا للبيت ليتماشى مع عقيدته وفكرته: مبتدأ زيد مبتدأ زيد وعاذر خبر، إن قلت زيد عاذر من اعتذر. عفوا، أريد أن أتكلم أن أذكر البيت الذي فيه كان اسم سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. عموما غير البيت فقال: ترفع كان المبتدي والمبتدى، لما قال ابن مالك رحمه الله عفوا اعتذر: ترفع كان المبتدى اسما والخبر تنصيبه ككان سيدا عمر. غير البيت فقال: ترفع كان المبتدى وما يلي تنصيبه ككان سيدا علي، ليتماشى مع عقيدته في سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. هذا الأمر قدمت به للمقررات ليظهر أن الخلفية العقدية لا بد أن تظهر في أي مؤلف كيفما كان. فكيف كان علماء الشريعة الإسلامية وعلماء التعليم العتيق يحافظون على العقيدة الأشعرية من خلال مقرراتهم؟ أولا، لا يقررون إلا مقررات الأشاعرة، ولا ينتقلون من المغاربة إلا إذا فقدوا. فلذلك تجدهم يقررون مقررا صاحب المتن فيه مغربي، والشارح فيه مغربي، والمحشي مغربي، كما وقع ذلك في استعارة ابن كيران: المؤلف مغربي، والشارح التهامي مغربي، والمهدي الوزاني مغربي في الحاشية. قد يقع ذلك في المتون الأخرى، الذي أريده أنا فيما يتعلق باللغة. بعد ذلك أنتقل إلى المسألة الأخرى فيما يتعلق بالمقررات، وهي مبدأ تدريس هذه المقررات. من المبادئ التي يستعملها شيوخ التعليم العتيق ليحافظوا على العقيدة الأشعرية وليحصنوا فكر الطالب ما سبقت الإشارة إليه من كبار شيوخنا حفظهم الله ورعاهم، وهو ما يتعلق بمبدأ الإجلال والتوقير للشيوخ الذي هو ينشأ عن صفة الربانية. مبدأ الإجلال والتوقير للشيخ ضروري ليتلقى الطالب تعليمات من الشيخ ثم ينفذها، وضروري أيضا أن يؤمن بأن ما يتلقاه من شيخه هو سالم مصفا، ليس فيه أي غش وأي غبش. والدليل على ذلك أنك تجدهم يحتاطون لأي شيء يمكن أن يخدش في عقيدة الطالب في فكره. فمثلا آتي بمثال توضيحي لهذا. الشيخ خالد الأزهري رحمه الله في كتابه التصريح على التوضيح، لما كان يشرح كلام ابن هشام رحمه الله على قول ابن مالك رحمه الله تبارك وتعالى: وغير ماض مثله قد عمل إن كان غير الماضي منه استعمل، فمثل ابن هشام لهذا بقوله: كونوا حجارة، وشرحه الإمام خالد الأزهري. لكن فيما بعد قال رحمه الله: ومثله كونوا ربانيين ولو مثل به لكان حسنا، ومثله كونوا ربانيين ولو مثل به لكان حسنا. التقط الشيخ ابن حمدون رحمه الله هذه العبارة فعلق عليها في حشيته على المكودي فقال: لأنه لا يخاطب مقام المتعلمين، أي لا يخاطب لا يناسب أن يخاطب به المتعلمون، بمعنى لا يناسب أن يقول الشيخ في مثال من أمثلته لتلاميذته: كونوا حجارة، ولو كان المثال سليما من حيث اللغة. أكتفي بهذا فيما يتعلق بالمقررات. أنتقل إلى المسألة الأخرى، وهي مسألة تجليات تحصينهم للفكر فيما يتعلق بالتطبيقات. أذكر نموذجين اثنين إن لم يضيق الوقت. النموذج الأول إعرابهم للن. نحن نعلم جميعا أن إعراب لن في كتب اللغة العربية هي أربع كلمات: حرف نفي ونصب واستقبال، حرف نفي ونصب واستقبال. هذه الكلمات الأربعة تحيط بالأسئلة الثلاثة المعرفية لكل كلمة في اللغة العربية:
الأسئلة الثلاثة المعرفية هي ما ذاتها، ما معناها، ما عملها. كل كلمة في اللغة العربية كما تعلمون يمكن أن تطرح فيها هذه الأسئلة: ما ذاتها، ما معناها، ما عملها إن وجد. هذا الإعراب فيما يتعلق بلن قد أحاط بها، وهو الذي ذكره ابن هشام ونص عليه، قال: ويقول في لن حرف نفي ونصب واستقبال، وهو الذي نظمه الإمام الزواوي. لكن شيوخ التعليم العتيق حفظهم الله ورحم الله من مات منهم، خاصة السوسيين، زادوا لهذا الإعراب شيئا، فكان إعراب لن عندهم حرف نفي ونصب واستقبال لا تأبيد لها ولا تأكيد عند أهل السنة، خلافا لمن زعم ذلك كالزمخشري وأضرابه. هذه الزيادة التي زادها لا تأبيد لها ولا تأكيد عند أهل السنة خلافا لمن زعم ذلك كالزمخشري وأضرابه، إذا أخذت واختزلت من هذا الإعراب ووضعت لا يمكن لقارئها أن يتخيل أنها في درس النحو أبدا. لكن علماء التعليم العتيق، شيوخ التعليم العتيق، أرادوا أن يحصنوا من البداية فكر الطالب من شبهة الاعتزال، فلذلك زادوا له هذه الكلمات حتى تترسخ في ذهنه وتبقى العقيدة الأشعرية ثابتة في فكره. فلذلك قالوا: لا تأبيد لها ولا تأكيد عند أهل السنة وهم الأشاعرة. فبين له بعد ذلك من هم الذين يخالفون، قالوا: خلافا لمن زعم ذلك، قد يترك الطالب للبحث عن المخالف، وقد يترك الطالب ليبحث عما قال المخالف، لكنهم ينصون فيقولون كالزمخشري. فيطرح سؤال آخر: لماذا يذكرون الزمخشري ولم يقولوا مباشرة كالمعتزلة؟ شيوخ التعليم العتيق يقولون كالزمخشري ثم يضيفون وأضرابه. كان بالإمكان أن يقولوا من البداية كالمعتزلة خلافا لمن زعم ذلك كالمعتزلة. يستشف من ذلك أمور كثيرة، من بينها أن علماء التعليم العتيق في سوس لا ينكرون فضل الإمام الزمخشري رحمه الله في اللغة العربية، ولا ينكرون فضله في باب البلاغة العربية، فلذلك لا يريدون من الطالب أن ينفر من المعتزلة بكاملها، ولا يريدون من الطالب أن ينفر من الزمخشري بما له من إيجابيات في الدرس اللغوي، فأرادوا أن يبينوا له موضع الخطأ ومكمن التنبيه، فيبقى متشبتا بما يمكن أن يستفيده من هذا العالم، وهي لا علاقة لها بالعقيدة الأشعرية. والدليل على أنهم يعتنون بكتب الزمخشري رحمه الله، أذكر الطرفة التي ذكرها الإمام محمد بن مختار السوسي رحمه الله في كتابه معتقل الصحراء، لما كان مجردا من الكتب، فذكر أن أول كتاب وصل إليه هو كتاب الإمام الزمخشري رحمه الله، كتاب الكشاف، بل ذكر فيما بعد أنه وضع عليه تعليقات، مما يدل أن كتاب الزمخشري الكشاف ما كان تخلو منه خزائن أهل سوس ومكتبات علماء سوس، لكنهم ينبهون الطالب أن لا يقع في مزالق فكره الاعتزالي. الأمر الثاني الذي أختم به ولا أريد أن أطيل في هذا، قضية أخرى فيما يتعلق بالتطبيقات الإعرابية. حينما يعربون لفظ الجلالة ونحن نعلم أنه مقدس عند علماء النحاة جميعا، يكفينا ذلك ما قاله ابن سيبويه رحمه الله: أعرف المعارف بعد اسم الجلالة الضمير. علماء سوس حينما يعربون لفظ الجلالة فيما يتعلق إذا كان منصوبا يتفقون فيه مع الجميع، منصوب على التعظيم، لكن حينما يكون مرفوعا يقولون فاعل مختار، فاعل مختار. عبارة مختار على حسب علم المتواضع القصير القليل جدا لم أقف عليها في أي كتاب الإعراب فيما قبل. فالسوسيون رحمهم الله تبارك وتعالى لما كانوا يضيفون كلمة مختار، مرادهم من ذلك أن يحصنوا عقيدة الطالب من الفكر الاعتزالي أيضا، الذي يقول بأن أفعال العباد مخلوقة يخلقها العبد وبأنه مختار فيها. فيريد شيوخ التعليم العتيق أن يبينوا للطالب أن أفعاله ليس مختارا فيها، وإنما الله تبارك وتعالى هو الذي يكون مختارا في أفعاله. فحينما يصلون إلى لفظ الجلالة ينبهونه بهذه الكلمة فيقولون فاعل مختار. والدليل على ذلك ختاما، أستسمحكم وأستسمح سيادة الرئيس وأقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين.